الضارب في عمق التاريخ القارئ لشواهد الزمن سيمر على دول وحضارات تقلبت بها الأحوال ودارت بها الأيام، منها ما تهالك، منها ما طواه النسيان، ومنها ما بات مجرد دروس وذكريات، منها ما راهن على إنتاجية المصانع وأخرى على ترسانتها العسكرية أو مساحة أراضيها أو أنظمتها وتشريعاتها، بينما كان رهاننا نحن مختلفاً، كان ولا يزال هو الإنسان حتى قبل أن يراهن العالم علينا. راهنت قيادتنا الحكيمة على ابنها، ابنتها راهنت على كنز الأوطان، وما الأوطان إلا بشر وأحلام، وما كان سعينا تجاه أحلامنا عبثا. اليوم كسبنا الرهان، وغدا أيضا، وسنبقى دائما حصان العالم الرابح. السطر الأخير، أهلا بكم.